يعني تقدر تتعرف على شكل اللي ضربك وكسر لك العربية؟ تقدر تحدد أوصافه ملامحه؟ لا، الشارع كان ضلمة. عربيته كان نوعها إيه؟ مش عارف، بس هي كانت عالية. تفتكر رقمها؟ قلت لحضرتك الشارع كان ضلمة، ملحقتش أشوف كل التفاصيل دي. طيب محي، بعد ما تخف كده ان شاء الله هنبعت لك علشان نعمل لك عرض لبعض المشتبه فيهم والمسجلين، على امل تتعرف على حد. ماشي. الو ملك، خير يا بنتي؟ مالك صوتك ماله؟ في ايه؟ محي، حادثه ايه؟ ايوه ماما. لا انا بخير يا حبيبتي، الحمد لله. بقول لك ايه، انا جات لي كده توصيله الاسكندريه، فشكلي حبيت كده وارجع بكره اخر النهار. حاضر يا حبيبتي، حاضر، مع السلامه. أنا آسفة يا محي، مش عارفة أقولك إيه، بس أنا هفضل جنبك ومش هسيبك. مينفعش يا ملك، لازم تروحي علشان باباكي ما يقلقش عليكي وتبقى المشكلة أكبر. وبعدين الحمد لله أنا بقيت أحسن، دول كلهم كانوا غرزة يعني. مالك يا محي؟ إيه اللي حصل؟ تتفشفش خالص يا عدلي. سلامتك ألف سلامة يا ابني، أنت كويس؟ زي ما حضرتك شايف، الحمد لله إنها جت على قد كده. بس أنا مش مضايقني غير العربية اللي راحت. فاتك ألف عربية، أنت تقوم بالسلامة ونصلحها. ملك، أنا عايزك تقولي لي إيه اللي حصل بالظبط.
انت مش قلتي لي قبل كده انك انت نفسك تعملي خير؟ خلصيني، نفسك تعملي خير ولا لا؟ الناس شايفاني بكلم نفسي. اللي تطلبه مني عدل. الواد اللي اسمه تامر نلاقيه فين دلوقتي؟ لو لعبت يا زهر واتبدلت لحوال وركبت اول موجه في سكه الاموال، لو لعبت يا زهر واتبدلت لحوال وركبت اول موجه في سكه الاموال، اروح لاول واحد احتجت له في سؤال. استاذ تامر. عمر. نعم. معقول كده تامر تضرب الراجل وتكسر له عربيته وتطلع تجري؟ دي اخلاق برضه يا تامر؟ انت عبيط يا راجل انت ولا ايه؟ عربيه ايه ومرايه ايه؟ تكر على الله عشان ما اعملهاش معاك. محي عمل لك ايه عشان تعمل فيه كده تامر؟ ها؟ ده من عندنا بقى. متقاش تعمل كده تاني. فاهم؟ متقاش تعمل كده تاني عشان ما ازعلش منك. ما تتنحليش وتقعد تعمل لك كده، لا. فاهم ولا لا؟ ما تعملش كده تاني. سلا، أنا مش عارف أشكرك إزاي. هدي حقن. يا بنت فوقي فوقي يا سلا. دي أول مرة تحضني وتبوسني، أنا مش عارف أصور لك أنا حاسة بيه. أنا عايز أتجوزك يا عدل. تجوزيني؟ بصي، أنا فكرت في العرض اللي أنت عرضتيه عليا الحقيقة، وأنا ما عنديش مانع إن أنا أحققه لك. عدل، أنت بتتكلم عن جوازنا مش كده؟ هو بس يعني لو لسه عايزة يعني. طبعا عاوز، ده أنا أتمنى. طيب انا ليا بس كم طلب لو تقدري يعني. لو اطلب يا عدلي، ده انا بتحايل عليك تطلب من اول ما شفتك. محي ابن فؤاد وحريه، ما انت عارفه عربيته اتكسرت، لو تقدري تصلحيها ابقى شاكر جدا يعني. ما يوديها اي حته تصلح يعني. هو انتوا ما عندكوش سمكريه كويسين في مملكه الجن ولا كلهم راحوا يشتغلوا في الخليج؟ مفتاح عربيتك اهو يا محي. مش فاهم، دي العربية باظت خالص، دي محتاجة شغل زيادة عن 3 أسابيع. لا لا، أصل أنا ليا واحد معرفة يعني في الحرفيين، يعني أسطن مع عفريت. عفريتة؟ شاطر قوي، شاطر قوي، رجع لك العربية زي ما كانت ويمكن أحسن كمان. أنا مش مصدق اللي أمك العدلي عمله ده. هو إزاي عمل كده؟ العربية رجعت جديدة وزي الفل. محي، أنا كان في حاجة كده كنت مخبيها عليك، بس ما كنتش فاكرة إن الموضوع هيوصل لحد كده. أنا مخطوبة لتامر، الولد اللي ضربه. بابا لوا في الداخلية ومع بابي في الشغل. بس أنا والله العظيم مش بحبه، هو المفروض عليا. كده محي تسافر فجأة وتسيبني كده؟ ايه ده؟ اوعى اوعى تعمل كده في امك تاني يا محي. حبيبتي، ما انا جيت اهو، وانا رحت فين يعني؟ ايوه جيت وجبت الحبايب. وحشتيني قوي يا طنط حبيبتي. طيب انا شوية كده وهرجع لك تاني. تعالي حبيبتي ارتاحي. انا هعمل شاي لنفسي، اعمل لك شاي؟ الله يخليكي.
محي ممكن تاخد الدواء بتاعك؟ محي انا عارفه انك زعلان وعارفه اني مكنش المفروض اخبي عليك موضوع تامر، بس الموضوع ده مالك؟ انا مش زعلان، اكيد كان عندك اسباب تخليكي ما تقوليش. اهم حاجه دلوقتي ان ماما ما تعرفش حاجه ولا تحس باي حاجه. محي انا مش هسيبك لوحدك ولا انا يا ملك. قولي يا عدوله، هي مش ست ام كلثوم كانت اول خميس من كل شهر تعمل حفله؟ تعالى 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 تعالى، دي ليلة حب حلوة في ألف ليلة وليلة. لا ده أيام ما كان الدولار بستة وتلاتين قرش، شوف النهاردة بقى بكام. انت هتشاور عقلك؟ لا ما فيش شاور بتاع. بسم الله ما شاء الله عليك يا استاذنا، عيني عليك بارده، ده انت اول مره تكمل افطارك. مع اني فطرت في البيت قبل ما انزل، مش عارف ليه نفسي مفتوحه النهارده كده. يجعلها مفتوحه على طول يا استاذنا. اجيب الشاي؟ لا اسمع، هات لي رز بلبن، عايز طبق رز بلبن حلو كده من الراجل اللي ورا الدار. حاضر يا استاذنا. يلا حاضر. يلا أول مرة أحس إني وحشتك. بص لي كده ليه؟ السلام، أنت جيتي لي امبارح بالليل؟ جيت لك فين؟ في البيت. لا ما جيتش. متأكدة؟ أنا ما بكدبش وأنت عارف. بس أنا متأكد إنك جيتي. يبقى أنت ابتديت تحبني وبتفكر فيا. حاجة غريبة. إيه الغريب في كده؟ لا دي غنوة لمطرب جميل أوي اسمه عبد الحليم حافظ. أنت بتحبه؟ طبعًا. تحب أجيبهولك؟ لا 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 لا، خليه زي ما هو مرتاح، ما تقلقهوش. الراجل الكحيان ده طالع لنا في المقدر جديد يا شوي. البيت وبتحبه وماشي وراه ليل ونهار وشايفه فيه ابوها وجايب لها واد اهبل تحبه، والمقالات اللي كاتبها عليا دي مش عارف جايبها منين وقلب عليا بيها الدنيا. وانا بعد اللي عمله مع الواد الخيخه اللي اسمه تامر ده، الموضوع بقى شخصي بيني وبينه طار، وهعلم عليه هو واللي اسمه محي، وانا يا هو. انسى يا حسونه انسى، على الطلاق ما اشتغلها ولو حكوا العيش حاف، ولو مشيت على باب السيدة اشحك. خلاص المصلحة جابت اخرها معايا. يا مذكور يا مذكور يا اخويا، انت فاضل لك سنتين على المعاش، يعني لو طلعت معاش دلوقتي برغبتك معاشك هيقل، وكمان مكافأة نهاية الخدمة بتاعتك هتقل. تقل يا حسونة؟ خلاص يا حسونة، ده احنا اتبهدلنا واتمرمطنا وتقلع لنا هدومنا وفي الاخر عايزين يودونا السجن. يا سيدي انا كلمت لك الاستاذ سليم المدير والراجل تفهم ظروفك. طب ايه رايك انت ما تخرجش تحصل بره، انت تقعد في الشباك تلم فواتير من العملاء وانت قاعد باش. خلاص قفلنا، ماليش فيه، مش هتعامل مع اي حد في المصلحة لا بشرا ولا عملا. اجري انت بس، خلص لنا اجراءات المعاش المبكر. صدق انا بقيت ارتاح مع الوزة اكتر من البني ادمين. هتقعد تعمل ايه يا مذكور؟ حرام بوز.
الفستان البني ده بتاع ماما يا طنط؟ لا يا حبيبتي الروز ده تحفة. فستان الفرح ده بتاعك يا طنط؟ لا أنا فستان الفرح بتاعي اتبرعت بيه الجمعية الخيرية بعد فؤاد الله يرحمه. ده فستان مامتك. فستان مامتي؟ فستان مامتي ازاي؟ مويا لبستش الفستان ده في فرح يا طنط. أنا اتفرجت على كل الصور. أيوه الفستان ده اللي جايبه عدلي. مامتك وعدلي كانوا بيقعدوا قدام الفاتنة ويتنحوا. مامتك كان نفسها في الفستان ده قوي. عدلي قاعد يحوش سنتين عشان يعرف يجيبه، لحد ما في يوم كنت قاعدة أنا وهي في الصالة عندي، قام دخل عدلي ومعاه الفستان وفتحه لها وقالها إيه رأيك بقى؟ بس اليوم ده بقى كان اليوم اللي هي جاية تقول إن ميعاد جوازها من أبوك اتحدد. طب وبعدين؟ مامي عملت إيه؟ انفجرت في العياط ونزلت جري، قعدوا ما يشوفوش بعض لحد فرحها. ومية مرة أقول لعدلي خد الفستان يقولي لا الفستان ده بتاع ملك ومش هيتحط على حد غيرها. طب ممكن أقيسه يا طنط؟ متهيألي أنت الوحيدة اللي عدلي مش هيعترض لو أنت قستيه. النهارده فات شهر على جوازي من زكي. ما اقدرش اقولك انه انسان كويس وما شفتش منه حاجه وحشه والكلام التقليدي ده، لاني بصراحه لسه ما عرفتوش ولسه حاسه انه غريب عليا. مش عارفه ليه عندي احساس كده ان احنا مش هنكمل مع بعض. انا في حاجه واحده هي اللي معذباني، ان عدلي ما بيفرقش خالي ولا لحظه، وده محسسني بالذنب طول الوقت. عدلي لو جراله حاجه انا مش هقدر اعيش تاني يا حوريه. ما تخليش فؤاد يسيبه في الظروف دي. انا ماليش حد غيرك اتكلم معاه. ازيك يا أمي؟ الله يسلمك يا حبيبي. الفستان على مقاسي بالظبط يا طنط. ده مظبوط بالظبط بالظبط. مساء الخير يا استاذ محي. مساء النور. انا الرائد جمال منتصر. ايوه خير.
لا مفيش حاجة خير، بس سيادة اللواء شوقي عبد القوي حابب يتكلم مع حضرتك شوية. بخصوص ايه؟ أكيد في غلط، يمكن سيادتك قصد حد تاني؟ لا يا فندم، هو حضرتك اللي مقصود. أيوة، ده استدعاء رسمي يعني من النيابة ولا ايه؟ لا يا فندم، لا نيابة ولا استدعاء لا سمح الله، بس سيادة اللواء حابب يتعرف عليك بس. طيب مش ممكن الميعاد يتأجل لبكرة؟ أستاذ محي، هي نص ساعة بس، هناخد حضرتك ونرجعك على طول، ده أنا حتى جاي لحضرتك بعربيتي الشخصية. محي، في أنت عملت حاجة؟ ما تقلقيش يا أمي، أنا ساعة بالظبط هكون هنا وأطمنك. إحنا آسفين على الإزعاج يا أستاذ محي. بتعملي ايه هنا؟ انت بتعملي ايه هنا؟ ايه يا اختي اللي انت لابسها ده؟ اللي انت لابسها ده؟ انت كنت ناويه تتجوزي الراجل الصايع ده من ورايا؟ ملك بابا، بس انا ممكن افهمك، انت فاهم غلط. انا فاهم غلط والله، انت فاهم غلط، فاهم غلط والله يا اختي، فاهم غلط. تعالي قدام ملك، قدامي ملك، ملك يا بابي والله العظيم انت فاهم الموضوع غلط. زكي بيه، احنا ما ينفعش نروح وهي بالحاله دي، احنا نطلع على المصحه على طول دلوقتي حالا. انا هكلم الدكتور.
استاذ محي، انا عارف ان انت شاب مكافح ومثقف وابن ناس ومن خيرة شباب مصر. الحقيقه انا بعت لك في موضوع دقيق جدا، محتاج منك سعه افق وعقل ونضج، وانا واثق تماما ان انت لا تفتقدهم. ايوه فندم، يعني حضرتك عاوزني بخصوص ايه؟ ملك، ملك زكي ابو العيون. ملك استاذ محي، انا معرفش اذا كانت ملك قالت لك ولا لا، ان هي كانت مريضه نفسيا وانها كانت في حاله متاخره. والدها زكي ابو العيون، وهو طبعا راجل غني عن التعريف، صرف عليها ملايين علشان يعالجها، والحمد لله. احنا كنا فين وبقينا فين؟ احنا نبوس ايدنا وش وظهر. ملك يا استاذ محي مخطوبه لابني تامر بعد قصه حب دامت 3 سنين، وبعد كده حصل اللي حصل، وجات لها حاله غريبه جدا، تكره الناس، تشتمهم، ممكن تعتدي عليهم بغير سبب. ربنا يشفيها يا رب، بس احنا هنفضل معاها ونعالجها. ايوه انا معلش لحد دلوقتي مش فاهم حضرتك عاوز مني ايه. لا بقى يا استاذ محي، انت عارف كويس انا جايبك هنا ليه وعايز منك ايه. انت حاططنا في موقف في منتهى التعقيد، احنا كنا في غنى عنه. انا؟ ايوه انت، انت عملت جريمة يعاقب عليها القانون، انت غررت بفتاة ساذجة وكمان مريضة نفسية. انا ما عملتش حاجة، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده مش صحيح. امال ايه هو اللي صحيح؟ تعالى لي كده بقى دغري، خلينا نتفاهم ونحل الموضوع. ابوها في حالة يرثى لها، انت كنت بتتقابل انت وهي في البيت عندكم. لا يا فندم مش صحيح، ملك كانت بتيجي تزور والدتي علشان والدتها الله يرحمها كانت صاحبة والدتي في الجامعة. بقول لك ايه يا ابن انت، انا الكلام ده ما ياكلش معايا، شغل اللف والدوران ده مش هينفع. اسمع كلمتين هقولهم لك تحطهم حلقة في ودنك، تقطع علاقتك بالبنت دي خالص وتركز في جامعتك وشغلك. ده الكارت بتاعي، لو عوزت أي حاجة ابقى كلمني في التليفون. ودلوقتي يلا مع السلامة. قلبي عندك يا زكي باشا، والله انا لما عرفت ان الهالم الصغيره دخلت مصحه اتنكدت اخر نكد، سبت اللي في ايدي وجيت لك على طول. ازايها دلوقتي؟ الحمد لله يا شيخ صادق، الحمد لله. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ مفيش، يعني اعصابها تعبانه شويه، ولما بتجيلها الحاله بتبتدي تصوت تصرخ ومتبقاش طايقه تشوف حد قدامها خالص. انا قلت لك 100 مرة يا زكي باشا وانت مش مصدقني. الحالة بسيطة جدا، الهالم الصغيرة عليها جن. انا مش فاهم بس ايه حكاية المصحات والكلام الفارغ ده؟ هي عمرها راحت مصحة ورجعت سليمة؟ انا مؤمن بالعلم ومؤمن بالطب، واكيد ان الطب ده بيعالج، بس مش في الحالة دي. الحالة دي الجن لما بيلبسها بتبقى هي في حالة هياج. احنا كل اللي علينا ان احنا نعرف ازاي نتعامل معاه. والله ما بقيت عارف اعمل ايه يا شيخ صادق. ما تعملش حاجه، نتكل على الله ونروح لها، وان شاء الله هترجع صاغ سليم. جربني انت، مش هتخسر حاجه.